أحبتي في الله ومشاهدي قناة مدني، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أنها نزلت في سيدنا ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فأخاف ألا أراك لأنك ترفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا. فنزلت هذه الآية. أيها الأحبة، إنها حقا محبة لا مثيل لها، فأين نحن من ذلك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحياة وعند الممات، آمين. بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.